الدكتورة بوسينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية والتعليمية. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أحب أعرف رأي حضرتك في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى واعتدال المجاميع مرة أخرى في الحدود الدنيا لقبول كليات اللي بيسموها كليات القمة، بعد أن كنا وصلنا لأرقام يعني ده في حد ذاته أعتقد يعتبر تطوير. طبعا يعني انت عارف انا اما كنت مره كده براجع النتائج الماضيه لقيت ان سنه 1980 كانت الطب واخده 82% بالظبط، وهندسه واخده 79.5. واخده كام؟ 79.5. ايوه بالظبط بالظبط. وسنه 82 كانت 78.1 حاجه زي كده. اي بالظبط كده. واداب اللي انا دخلتها كانت واخده 59.5 اخر حاجه في الليل بالظبط. فهي ده طبيعي. امتى بقى المجاميع؟ بعدين وانا بشوف التطور سنه 1998 كانت طب مقفله 100%، وهندسه 98.5%. تخيل حضرتك ان في كليه تاخد 100%، لان كان اعلى مجموع 105%. ايوه طبعا دي كانت ارقام غير طبيعيه طبعا، ومفيش في العالم كله، ما كانش في العالم كله ولا في المانيا ولا فرنسا ولا في اي دوله من هي يعني متقدمه علميا فيها اطفال او فيها يعني متعلمين طلاب بيجيبوا 101% طبعا او 102%. ده معناه ان في خلل ما في عمليه التقويم، لكن كل ان التقويم يرجع للوضع الطبيعي ان ما فيش حد بيحقق النسب المئويه المهوله دي، لان ما في الا الجينيوس بقى العبقري، وعلى فكره العبقري قوي هتلاقي برضه على الاقل في اللغه هيبقى في غلطات في اللغه، لان يعني اللغه سواء انجليزيه او عربيه او فرنسيه دي ممكن يخطئ املائيا ينقص درجه درجتين. لا هو طبعا ده كمان كان راجع لفكره الدرجات اللي هي بتاعه القدرات، لان ما حدش بيقفل كل الامتحانات في كل المواد في السنه الواحده يعني. لا ما انا عارف، ما هم كانوا عشان بياخدوا اللي كان فيه حاجه اسمها مستوى رفيع. اي بالظبط بالظبط. وبعدين خلي بالك كان كل الامتحانات امتحانات تقليديه يعني مثلا يعني حضرتك يعني انا اولادي بناتي الاول لما امتحنوا من 10 سنين ثانويه عامه كانوا بنقعد نحل محافظات محافظات محافظات، يجي الامتحان في تقريبا ثلاث ارباع يعني انت حليته من المحافظات السابقه. يعني المساله كانت سهله التوقع وسهله مساله معتمده على الفرق. ونفس الاسئله بنفس الطريقه وكده. طيب عايز اسالك دكتوره بوسينة عن اسباب المشاكل الكبيره اللي حصلت المره دي السنه دي في النتائج، ظهر فيها مشاكل كتير واشتكى كتير من ابنائنا وبناتنا، ايه السبب؟ هقول لحضرتك، هي الفكره ان برضو البابل شيت حاجه جديده لسه على يعني على الطلاب سواء السنه اللي فاتت والسنه دي. فلازم يبقى فيه انت عارف حضرتك ايه يعني عدم قبول الى حد ما للفكره. المدرسين الخصوصيين اللي بيدوا دروس خصوصيه ما زالوا بيعتمدوا على الطرق القديمه في التعلم والحفظ والحاجات دي. حاجه تاني لازم نعرف ان في لازم يبقى في نسبه خطا في اي تصحيح في العالم. ما فيش حاجه اسمها حد سوبر، ما فيش حاجه اسمها حد لا يخطا، لا في نسبه خطا طبعا. سواء كان التعليم ده عن طريق الكمبيوتر او عن طريق بشري. لازم في نسبه ما من الخطا، حتى او نسبه مثلا من ان يحصل خطا في رقم الجلوس، خطا في ده وارد يا جماعه، يعني هي ما فيهاش حاجه مش حاجه خطيره. فاما اما تظهر حاله من الحالات طبعا تتداعى بقى جميع الحالات اللي هي خاصه بجميع منخفضه جدا، الكل يتاكد ان هو زي الحاله دي. فاهمني؟ ففي خطا طبعا في خطا، لازم يبقى في خطا. تمام. بس نسبه قد ايه بقى؟ ده ما اعرفش، المفروض هيتم مراجعه الناس كلها اللي تظلمت ودرجه تصحيحه برضه، ما هو ده برضه نقطه مهمه يعني المهم ان احنا نقر بان احنا لو في خطا ونصلحه. ما طبعا دي فكره بقى، انا ما اعرفش السنه دي هيعملوا ايه. لان السنين اللي فاتت انت عارف حضرتك ما كانش كانت يعني لو حتى كان في خطا قبل كده لكن لو كان بيبقى ليك درجات ما بتاخدهاش في نفس الوقت، ما اعرفش السنه دي يعملوا ايه بصراحه. يعني دي مشكله لانه مش مشكلة في نفس الوقت كتير جدا اتنازلوا عن درجاتهم لان دخلوا كليات
وخلاص عشان ما يلاقوش نفسهم في الشارع بعد ما يتصلح الموقف. وبعدين بعد ما جت الدرجه واتضافت لهم كانت سنه دراسيه ابتدت بالظبط بعد شهر او شهرين. طب قال لك طب انا هبتدي من جديد. يعني في واحده صاحبتي كان ابنها دخل تجاره انجلش وبعدين اما جاله 10 درجات ما كان فوت يخش علوم او حاجه زي كده يعني. قالت لا ما انا مش هطلعه بعد بقاله شهرين في الكليه عشان يخش كليه تانية. يعني كده هضيع عليه سنه. هي بقى هي الاجراءات هنا بقى اللي المفروض يتم تعديلها. صحيح. اتمنى يعني السنه دي تبقى مختلفه مع الشيخ الوزير كده. يا رب يا رب يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة بوسينة عبد الرؤوف الخبيرة التربوية والتعليمية.